السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي شوف خاصية جميلة جدا عجبتني في ريفيت 2021، من الحاجات القليلة إن ينزل إصدار وتلاقي فيه خاصية جميلة. تمام، بقالهم فترة مفيش حاجة أبديت بالحلاوة دي. طيب لو رحت قائمة مانج ورحت بالجنريتيف ديزاين واخترت كريت ستايل، هل ده يعمل دراسة؟ هقول له ورك سبيس لي اوت. دي عبارة عن ايه؟ هنبدأ نشوف الاتنين دول بعد كده. الورك سبيس لي اوت يعني هيبدأ يشوف المساحة دي ينفع توزع فيها ايه. هو بيبدأ يقول لي اختار الروم، فبختار الروم، وبعد كده بختار الفاميلي اللي عايز توزع مثلا اهوت، وبعد كده هديها اسم وبعد كده هقول له تبدأ تشوف الخصائص اللي انت عايزها، الافرش قد ايه، الديسك روتيشن قد ايه. هقول له جنريتيف، هيبدأ هو يدرس المكان ويدرس المساحة ويدرس الاتجاهات ويدرس المداخل والمخارج وكل الحاجات دي هيبدأ يدرسها، ويبدأ يدينا التوزيع هنا اهي من 1 ل10. هيبدأ يدرس الموضوع ده زي ما انت شايف، هو بيبدأ يعمل الدراسة الرول روتيشن، هيبدأ يشوف الترتيب بتاعهم هيبقى عامل ازاي واحسن واحد فيهم الافضل. تقدر تشوف الحاجات اللي هنا، يعني تقول مثلا فيو اوت سايد، انا عايز مثلا بالحجم دوت. تقدر تشوف الافريج ديستنس تو اكزيت، الخروج، كل الحاجات دي تقدر تتحكم فيها زي ما انت عايز. عدد الديسكات ممكن تقول له انا عايزها بقى ايه، هو طبعا بيجيب لك من 11 ل 17، ممكن تقول له لا ده انا عايزها مثلا من 11 مثلا ل 13. تقدر انت تشوف المحددات اللي انت عايزها، تقدر تختار اي دراسه انت عايزها، وبعد كده تقول له كرييت كريفت ليميت، هو يبدا يعمل كرييت للعناصر في المشروع بتاعك بالشكل دوت. تمام، ده مثلا نوع من انواع التوزيع. ممكن انت تكون في اختيار اخر زي ما انت عايز.